تم توفير طرق آمنة لوصول النازحين إلى معسكرات الإيواء اللي موجودة حاليا في قضاء مخمور. الجيش العراقي ساعد المواطنون في الوصول إلى هذه المخيمات، لكن داعش يستخدم الأساليب الرخيصة دائما في زرع العبوات. نحن في إذاعة قيادة عمليات تحرير نينوى ننصح المواطنون ونقدم لهم النصح والإرشادات دائما في العبور عبر هذه المناطق الآمنة للوصول إلى الجيش العراقي. بمجرد ما وصولهم إلى قطاعات الجيش العراقي، القطاعات التي سيطر عليها الجيش العراقي، سوف يتم نقلهم عبر عجلات تابعة للجيش العراقي إلى مخيمات النازحين. بما يخص القصف، ذكروا أنه قصف ديطالهم، ديطال القرى اللي موجودين بها حاليا، سواء قصف مدفعي أو هوانات. حقيقة لا يوجد قصف مدفعي، أيضا هذه الأساليب هي أساليب أخرى لداعش لترويع المواطنين. داعش عندما كان يسيطر على هذه القرى انتهك الأعراض وهجر الناس من بيوتهم، وهذه أساليبهم الرخيصة في زرع العبوات لكي لا يصلوا إلى هذه المعسكرات التي تم التنويه عنها عبر إذاعة قيادة عملية تحرير نينوى. الجيش العراقي يقصف المدن الخالية من السكان تماما، يقصف المدن التي سيطر عليها تحت سيطرة داعش حاليا. نحن نتوخى الدقة في قصف أهداف منتخبة لداعش، فلا وجود لقصف مدفعي أو قصف هاونات للجيش العراقي أبدا، ما موجود هذا الشيء.